بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المحاضرة تسلسلها 15 بعنوان آثار عقد الزواج، وأول هذه الآثار وأهمها المهر والنفقة. من المعروف أن عقد الزواج تترتب عليه آثار مهمة وكبيرة، وهذا ما أعطى لعقد الزواج أهميته للاهتمام به وضبط أحكامه الشرعية. أولا من هذه الآثار نبتدأ بالمهر. أولا المهر، المهر تعريفه هو الحق المالي الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو الدخول بها، ويسمى أي المهر يسمى الصداق والفريضة والأجر والعقر والنحلة كما ورد ذلك في النصوص الشرعية. حكمه، حكم المهر، والمقصود هنا بالحكم التكليفي. يقول العلماء بأن المهر حكمه الوجوب على الرجل، ويثبت بواحد من أمرين، يعني متى يكون المهر مستحقا واجبا على الرجل ومن حق الزوجة أن تطالب به. إذا تحقق واحد من أمرين، الأول مجرد العقد، إذا تم العقد بأركانه وشروطه صحيحا فإن الزوجة لها الحق بالمطالبة بالمهر. طبعا المطالبة بالمهر المتفق عليه، فإذا كان مقدم ومؤخر فمن حقها أن تطالب بعد العقد مباشرة بالمقدم المتفق عليه. وأيضا تستحق الزوجة مهرها في الدخول الفاسد، يعني قبل في الأمر الأول تستحق الزوجة المهر بمجرد العقد إذا كان العقد صحيحا قد تم أركانه وشروطه. ممكن أيضا أن تطالب المرأة بالمهر، أي الزوجة، بالدخول إذا زفت المرأة إلى زوجها وحصل الدخول، فمن حقها أيضا أن تطالب بالمهر وإن كان العقد قد اختلت فيه شروط الصحة. تمت أركانه لكن اختلت فيه شروط الصحة، نقول يوجد لدينا عقد لكن العقد فيه خلل في شروطه، ليست في شروط الانعقاد وإنما في شروط الصحة فما دون، فهنا أيضا الزوجة تستحق المهر. دليل وجوب المهر عندما نذكر حكما فقهيا فلا بد له من دليل، وأول هذه الأدلة القرآن الكريم ثم السنة النبوية. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله سبحانه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. طبعا المقصود هنا بالآية تتكلم هنا عن الزواج بحسب ما قبلها، والاستمتاع هنا المقصود به بالاستمتاع بالزواج المشروع ضمن عقد زواج قد استكملت أركانه وشروطها التي قد تقدمت. فالله عز وجل أمر بإيتائهن مهورهن، وسمى المهر هنا فريضة، فدل على وجوب المهر في الزواج، وأنه لا زواج بلا مهر، لا بد أن يقترن بعقد الزواج مهر. أما مقداره فسوف يأتي على هذا الموضوع لاحقا. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب المهر، أنه لم يخل زواجا من مهر،
من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعددت زوجاته، لم يخل زواجا من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من مهر. الحكمة العقلية أيضا تستوجب القول بوجوب المهر، لأن المرأة في عقد الزواج دخلت في طاعة الرجل، وهي تنتقل من بيت أهلها إلى بيت جديد، فيمتلك منها ما لم يكن يمتلكه قبل العقد. ما تقدمه الزوجة يحتاج أيضا بالمقابل أن يقدم الزوج لها ما استحقه من المرأة بعقد الزواج، ومن هذه الأشياء التي يقدمها وهي حق واجب عليه المهر الذي يقدمه إلى زوجته. أيضا طبيعة الرجل تمكنه من السعي للرزق والكسب لكي يقدم، لكي يجلب ما يمكن أن يقدمه إلى المهر إلى المرأة بصيغة المهر. وإنما يحتاج إليه البيت من الدراية والفطنة من اختصاص المرأة. هذا ما يدعو إلى بقاء المرأة في البيت، والكسب يكون على الرجل، وهي إذن تحتاج إلى المال لقضاء حوائجها الأصلية. أنواع المهر نوعان. المهر نوعان، المهر المسمى ومهر المثل. ينقسم المهر إلى قسمين، مهر مسمى ومهر المثل. المقصود بالمهر المسمى هو ما سمي عند العقد تسمية صحيحة، وما سمي عند العقد تسمية صحيحة وتراضى عليه الزوجان الطرفان، أي طرفي العقد. أما مهر المثل هو المهر الذي يكون عند عدم التسمية أو التسمية غير الصحيحة للمهر، أي عكس مضمون المهر المسمى. مهر المثل هو المهر الذي لا يكون مسمى عند العقد، أو يكون مسمى لكن تسميته غير صحيحة. طبعا كيف تكون غير صحيحة؟ أما أن تكون التسمية مجهولة، يعني ليس هنالك مقدار ثابت ومحدد، أو أن تكون التسمية على شيء غير مباح شرعا، أي حرام. فإذا وجدت التسمية فإن الزوجة تستحق المقدم من المهر بمجرد العقد، كما ذكرنا قبل قليل. بمجرد العقد هي تستحق المقدم، أما المؤخر فتستحقه بأحد الأجلين، أما الطلاق أو الموت. يجب مهر المثل في أحوال ثلاث. أما مهر المثل فيجب في أحوال ثلاثة. أولا، إذا لم يسم في العقد مهر أصلا، لم يسم في العقد مهر أصلا، يعني حصل عقد استوفى أركان وشروطه لكنه هذا العقد خال من المهر، فهنا يجب مهر المثل عند إتمام العقد. يعني مثلا أن صدرت الصيغة الإيجاب والقبول بدون تسمية مهر، كأن يقول الزوج الطرف الأول زوجيني نفسك، فتقول قبلت، تقول الزوجة قبلت بدون أن يذكر المهر، فهنا تستحق الزوجة المهر المثل مع أنه لم يثبت في العقد. طبعا المقصود بمهر المثل مثيلاتها من النساء من المدينة التي تتواجد فيها، من أيضا المهر الذي تستحقه أو استحقت هذا المهر مثيلاتها من النساء من حيث العمر والمكان الاجتماعي. هذا العقد الذي يكون خاليا من المهر يسمى عقد تفويض. في الحقيقة يسمى عقد تفويض، لأن المهر هو حق للزوجة، فإذا لم يسم مهرا فيكون الأمر مفوض، هذا الحق قد فوضت فيه الزوجة
الزوج في تحديد المهر في الأصل، لأن المرأة المفوضة قد فوضت الزوج في المهر. أو الصيغة الثانية من أحوال مهر المثل، كان الزواج على يعني نص في عقد الزواج على نفي المهر، يعني يقول الزوج أتزوجك على اللا مهر بدون مهر وتقبل الزوجة. أو أيضا من الصيغة التي يجب فيها للزوجة مهر المثل، أو سمي في العقد مهر، لكن هذه التسمية لا تصح شرعا، كتسمية شيء مجهول جنسه غير محدد، على مال كم هذا المال غير معروف، أو شيء ليست له قيمة مالية شرعية، مثلا أن يقول على أن يكون المهر كذا كمية من الخمور، طبعا هذه التسمية غير صحيحة ولا تحل، تجد في هذه الحالة مهر المثل للمرأة المتزوجة. الآن مقدار المهور، نأتي إلى مقدار المهور، هل هنالك مقادير محددة للمهور؟ أقل المهر شرعا 10 دراهم فضة على رأي فقهاء الحنفية، وعندما نتكلم بهذه الصيغة 10 دراهم إنما نأتي إلى الصيغة التي كان يعمل بها عند الفقهاء، ثم نأتي بتطبيق هذه المبالغ القديمة على ما مطبق فعلا من نقود مالية، أي بسعر الصرف الحالي. ولذلك 10 دراهم فضة هي تزن 7 مثاقيل أو ما قيمة ذلك من أي مال، 7 مثاقيل ذهب طبعا المقصود بها 7 مثاقيل ذهب. وقد كان وزن الدرهم الفضة في صدر الإسلام مختلفا، يعني الدرهم المقصود بالدراهم العملة كانت أما دراهم أو دنانير، فعندما نقول الدنانير فنقصد بذلك الدينار الذهب، وعندما نقول بالدرهم فنقصد به الدرهم الفضة. كانت في ذلك الزمان 10 دراهم تزن 10 مثاقيل يعني في رأي، و في أحوال أخرى يعني قيل بأنها تزن 6 مثاقيل ومنها 10 تزن 5 مثاقيل، وكان هذا الاختلاف يؤدي إلى النزاع بين أرباب المال وجبات الضرائب عندما يريدوا أن يعطوا القيمة المالية، على اعتبار بأنه الدراهم يختلف وزنها من حيث الشكل ومن حيث يعني قيمتها المالية تختلف من حيث نوع هذه الدراهم وأيضا المكان الذي توجد فيه. فاختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته المتوسط من هذه الأوزان، وهو 10 دراهم التي تزن 7 مثاقيل التي تزن 7 مثاقيل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا مهر أقل من 10 دراهم، لا مهر أقل من 10 دراهم. إذن التحديد بأنه لا بد أن يكون المهر 7 مثاقيل ذهب المقصود به فما فوق، طبعا إذا قدرنا المثقال بسعر الصرف الحالي بالنقد لربما يكون أكثر من 1,000,000، وعن المثقال إذا حسبناه ب200,000 دينار فـ5 مثاقيل 1,000,000 دينار، والمثقالين 400 فيكون المبلغ يعني أقل المهر هو 1,700,000 دينار. هذا الرأي أخذ به بعض الفقهاء منهم الحنفية، إلا أن الشافعية والحنابلة
لهم رأي آخر في أقل المهور، حيث قالوا لا حد لأقل المهر. المهم أن تكون هنالك للمهر قيمة مالية، أن تكون له قيمة مالية. حد هذه القيمة ليس له ضابط، واستدلوا بقوله تعالى وحل لكم وما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، قال لعبد الرحمن بن عوف التمس ولو خاتما من حديد، والمقصود به هنا هو المهر. ولذلك السبب أيضا بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني ليس هنالك مقادير محددة إلا في الزكاة، وما دون ذلك فالأمر متروك لما له قيمة مالية. هذا ما قال به فقهاء الشافعية والحنابلة. أما بالنسبة لأكثر المهور، هذا ما ذكرناه متعلق بأدنى المهر. أما أكثر المهر فباتفاق الفقهاء للمتعاقدين أن يزيد على العشرة إلى ما شاء. المقصود إلى قولنا بالعشرة إلى عشرة دراهم، أي سبعة مثاقيل، إذا قلنا بأنها الحد الأدنى فله أن يزيد ما عليها بما شاء، لأنه لم يرد النص بتحديد نهايته الكبرى، ولا تحديد إلا بنص. المقادير تحتاج إلى نصوص تحدد، وهنا لا يوجد نص يحدد أعلى المهور، ولذلك قال الفقهاء بأنه لا حد لأعلى المهور، وإن كان المستحب أن لا يغالى في المهر حتى لا يثقل على الأزواج، ولا يكون تصاعد المهور والمبالغة بها ذريعة إلى ترك الزواج، إلا أنه من حيث الحرمة أو الوجوب فإنه لا يوجد حد لأعلى المهر. ولذا روي أن عمر رضي الله عنه قال في خطبة له لا تغالوا في مهور النساء، فقالت له امرأة ليس لك ذلك يا عمر، إن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، وآتيتم إحداهن قنطارا أي جبل فمن المال من الذهب، فلا يجوز أن يأخذ، يعني دليل ذلك فيه إشارة إلى جواز أن تكون المهور أعلى بكثير مما كان يراد، له أن يحدد في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه. ولذلك قال سيدنا عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ ورجع عن أمره في تحديد المهور أعلى المهور. مسألة أيضا نريد أن نعرج عليها هنا، هل يجوز أن يكون المهر حفظ أو سور من القرآن الكريم؟ طبعا المقصود هنا ليس ذات القرآن الكريم أو ذات السورة، وإنما المقصود هنا بتعليم الزوجة آيات من القرآن الكريم أو تحفيظها إياها، وليس المقصود هو ذات الآية فقط، وإنما المقصود تعليم المرأة. من الفقهاء من أجاز أن يكون ذلك مهرا للمرأة بأدلة شرعية، لربما يعني يطول الحديث، تحتاج إلى تفصيل في محاضرة مستقلة. مسألة أخرى تعجيل المهر وتأخيره مع بيان الحقوق المتعلقة بالمهر، تعجيل المهر وتأخيره مع بيان الحقوق المتعلقة بالمهر. المقصود هنا هو هل يجوز تعجيل المهر أن يعطى كله دفعة واحدة بدون مقدم ومؤخر، أم المسألة فيها تفصيل؟ نقول إنه لا يشترط في المهر أن يكون حالا، بل يصح أن يتفق الزوجان على أن يكون حالا وأن يكون مؤجلا كله،
أو بعضه إلى أي أجل. ممكن أن يتفق الزوج مع زوجته أن يعطيها، يعني يتفق على المهر الكلي ثم يقول لها أعطيك كذا مقدما، أما الشطر الثاني من المهر فسوف أعطيك إياها بعد فترة معينة. وإذا تركت المسألة بدون تحديد بالنسبة للمؤخر فهي تستحقه بالطلاق أو الوفاة. ممكن أن تقول المرأة أنا أريد المهر دفعة واحدة، أي مقدم فقط ولا أريد المؤخر، وهذا حق لها إذا رضي طبعا الطرف الثاني الزوج بهذه الصيغة. وإن لم يتفق أو عمل بما يقتضي به عرفهما، إذا اتفق على مهر بدون تحديد كونه مقدم أو مؤخر فيكون تكون الصيغة بحسب ما تعارف عليه أهل هذا البلد، بأن يكون قسم منه مقدم والقسم الثاني مؤخر أو كله دفعة واحدة مقدما. هذا يقرره العرف، لأن العرف في مثل هكذا أحوال يكون ضابط، وهو عند الكثير عند بعض الفقهاء مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد أن تتقدمه المصادر الرئيسية الأخرى. طبعا إذا اتفق على مهر ثم الزوجة لم تحصل على المهر المتفق عليه فمن حقها أن تمتنع من مطاوعة الزوج وأن تنتقل إلى بيت الزوجية إلا بعد استلام المهر المتفق عليه. الحقوق المتعلقة بالمهر، الحقوق المتعلقة بالمهر، المتبادر للذهن بأن الحق حق المهر هو للزوجة، هو حق الزوجة، لكنه في حقيقة الأمر هنالك حقان أيضا مع حق الزوجة في المهر. لذلك نقول المهر ابتداء التعلق به حقان، حق الشرع وحق الزوجة، هذا ابتداء وأوليائها، لأن الشرع جعل المهر حكما وأثرا مترتبا حتما على الزواج بحيث لا يكون إلا بمهر، ولذا سماه الله تعالى فريضة في قوله فآتوهن أجورهن فريضة. فعندما نقول بأنه الحكم التكليفي الوجوب فإذا هذا الأمر يعني بأنه المسألة متعلقة بها حق لله عز وجل، إذا لا بد من تسمية مهر حقا لله، هذا ابتداء. أيضا ولا يكون بمهر أقل من 10 دراهم أي 7 مثاقين من الذهب، هذا على رأي فقهاء الحنفية ومن وافقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا مهر أقل من 10 دراهم. فوجوب المهر لا يقل عن 10 دراهم هذا حق الشرع، ولذا لا تملك الزوجة ولا أولياؤها نفي وجوب المهر أصلا في الابتداء. وعلى هذا الرأي لو نقص مقدار المهر عن 7 مثاقين فمن حق الأولياء أن يطالبوا به، ولا يجوز أيضا من الناحية الشرعية ذلك. وإبلاغ المهر بمقدار مهر المثل يعني مثيلاتها حق للزوجة وأوليائها، يعني نقول يعني أنها تطالب بمهرها المثل أن يكون مهرها المسمى مهر مثيلاتها من النساء. ولذلك لو زوجت المكلفة نفسها، المكلفة نفسها بأقل من مهر مثيلاتها من النساء، هذا على رأي فقهاء الحنفية الذين قالوا بأن المرأة العاقلة تزوج نفسها لا حاجة إلى ولي، لكنه حتى على رأي فقهاء الحنفية فإن المرأة التي زوجت نفسها وهي عاقلة بالغة عليها أن تراعي مهر عند تسمية المهر، أن تراعي مهر مثيلاتها من مهر مثيلاتها من النساء، فلا يقل مهرها عن مهر المثل، ليس لأجلها فقط وإنما أيضا لأجل الأولياء، ليس
الضرر المادي، لأنه في حقيقة الأمر الأولياء ليس لهم في الانتهاء، ليس لهم شيء من المهر، انتهاء هو هذا الحق، حق المهر للزوجة فقط، لكن ابتداء الضرر لرفع الضرر عنهم، الضرر هنا يكون معنوي في الحقيقة وليس مادي، حتى لا يقال لماذا هذه المرأة مهرها أقل من مهر مثيلاتها من النساء، فلربما ينال من الأولياء من هذا القبيل شيء من الانتقاص، ولذلك قالوا من حقهم وليس واجب عليهم، ولكن من حقهم أن يطالبوا بأن يزداد المهر إلى مهر المثل إن زوجت المرأة نفسها بدون ولي. لكن هذا الأمر طبعا على رأي جمهور الفقهاء لا يجوز، أي لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي، لا بد من وجود الولي، ولذلك هنا على رأي الجمهور يكون الولي حاضرا، يكون الولي حاضرا على عقد الزواج، والمهر سوف يكون برضاه وموافقته ابتداء على رأي جمهور الفقهاء. أما على رأي فقهاء الحنفية فمن حقه الاعتراض إن وجد، إن زوجت المرأة نفسها بدون ولي العاقلة البالغة ووجد الولي بأن مهرها أقل من مهر مثيلاتها من النساء. أما بعد أن يتم العقد وتتقرر حقوق الطرفين، فإن المهر يكون حقا خالصا للزوجة وحدها، وليس من الشرع أن يأتي الأولياء ويطالبوا بنصيب من مهر الزوجة، ولا أن يشترطوا في عقد الزواج مالا إضافيا غير المهر على الزوج. أما إذا أراد الزوج أن يقدم شيء من المال عدا المهر بصورة طوعية وغير مشروطة إلى أولياء الزوجة، فلا يوجد مانع من القول بالتحريم أو عدم الجواز. متى يجب للزوجة نصف المهر؟ ذكرنا قبل قليل بأن المهر المسمى في عقد الزواج بأن الزوجة تستحقه كاملا بمجرد العقد. إذا متى يجب للزوجة نصف المهر؟ إذا سمي في عقد الزواج الصحيح مهر تسمية صحيحة، ثم انحلت عقدة الزوجية قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب من قبل الزوج، وجب للزوجة نصف مهرها. يتم العقد بأركانه وشروطه، ثم يحصل خلاف يدعو الزوج إلى أن يباشر طلاق زوجته. العقد كامل لكن زفاف المرأة لزوجها لم يحصل دخول بالنهاية، وبالتالي هنا إذا انحل العقد فتستحق الزوجة نصف المهر. طبعا المقصود نصف المهر، نصف المهر الكلي، يعني يجمع المقدم مع المؤخر، وتستحق الزوجة هنا نصفه إذا حصلت الفرقة قبل الدخول، وذلك لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي الزواج. دلت هذه الآية على أن الزوجة التي طلقها زوجها قبل أن يمسها، أي قبل أن يدخل بها حقيقة أو حكما، وكان قد فرض لها فرضا، أي فرض المهر المسمى، سواء كان مقدم ومؤخر أو مقدم ومؤخر، فالواجب المستحق لها هو نصف المهر، نصف المفروض. ولذلك إن لم تكن قد قبضته فمن حقها أن تطالب به، فإن لم يستجب فمن حقها أن ترفع دعوى إلى القضاء تطالب بنصف المهر. أما إن أرادت أن تتنازل عن هذا المهر فهو حقها، وصاحب الحق من حقه أن يتنازل به إلى غيره. إذا اتضح ذلك فإن المهر يسقط كله ولا يجب شيئا منه
الآن نأتي إلى مسألة أخرى. قلنا متى ابتداء متى تستحق الزوجة المهر كاملا، هنا متى تستحق الزوجة نصف المهر. الآن نأتي إلى مسألة هنا، هل ممكن أن يسقط المهر ولا يجب شيئا منه للزوجة؟ نعم، توجد أيضا حالات لا تستحق الزوجة شيء من المهر المثبت المسمى. أول، إذا حصلت الفرقة قبل الدخول وكان السبب في ذلك الزوجة. كيف يكون السبب في ذلك الزوجة؟ أن تتصل على سبيل المثال بمحارم الزوج اتصالا غير مشروع، هنا تحصل الفرقة ولا تحصل شيء من المهر المثبت في عقد الزواج. أو كان السبب قبل الفرقة وكان السبب الزوج، إلا أن هذا السبب يلغي العقد من أساسه. كيف يكون السبب الزوج ويكون هذا العمل الذي أنهى فيه عقد الزواج قد أنهى العقد من أساسه؟ كيف يكون ذلك؟ كأن يكون قد زوج الصغير، كان صغيرا غير بالغ، وزوجه غير أبيه، زوجه غير أبيه، أو يكون مجنونا يعني فاقد الإدراك، ثم يختار الفراق بعد أن ردت إليه إرادته، أي رد إليه عقله واستكمل إرادته بالبلوغ، فاختار الفراق. هنا أيضا الزوجة لا تستحق شيئا من المهر، وهذه هي أحد العيوب نستطيع أن نقول التي تترتب على زواج الصغار، وإن قد استكمل وإن يكون قد استكمل مرحلة التمييز. يعني هنا نقول أيضا، نعرج إلى مسألة، هل ممكن أن تتزوج المجنونة امرأة مجنونة؟ في الأصل هي فاقدة الإرادة، والأصل أن يكون في عقد الزواج أن يكون طرفا الزواج ذا إرادة كاملة لتحقق رضاهما بإنشاء عقد الزواج. لكن هنا حتى لا تضيع الحقوق ممكن أن يباشر الولي بدلا عن المرأة التي فقدت عقلها، ويباشر عقد الزواج إن كان طبعا الطرف الثاني الزوج راضيا بهذه المرأة أن تكون زوجتين له. من الآثار المترتبة على عقد الزواج والتي تكون واجبة من الزوج على زوجته، من هذه الآثار أيضا النفقة، والنفقة لغة هي كل ما يدفعه الإنسان لمن يعوله من أقاربه، هذه بصورة عامة لمن يعوله من أقاربه. فالأب ينفق على أولاده الصغار، وكذلك الأخ الأكبر الذي لديه الإمكانية العالية أن ينفق على من تحت ولايته من الصغار حتى يبلغوا، وبالنسبة للمرأة حتى تتزوج فتكون قد خرجت من عصمة الولي إلى أصبحت تحت عصمة الزوج. فالنفقة إذن تكون في هذه الحالة واجبة من الزوج على زوجته. لذلك نفقة الزوجة هي ما تحتاج إليه من طعام وملبس ومسكن وفرش وخدمة وكل ما يلزم لمعيشتها حسب المعروف، كل ما يلزم لمعيشتها حسب المعروف، وهي حق واجب لها على زوجها لقوله تعالى في سورة البقرة: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. فهنا في هذه الآية القرآنية فرضت النفقة من الزوج على زوجته وأولاده. وقوله عز شأنه في سورة الطلاق: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، هنا أيضا نفقة متعلقة بالمسكن، من وجدكم أي ما تجدون ما تستطيعون من حيث سكنتم اسكنوهن. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: اتقوا الله في النساء
اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف أي وسط الأمور وما تستطيعون مما يكفيهن من سد حاجاتهن الأصلية. لاستحقاق النفقة، لاستحقاق النفقة من الزوج على زوجته شروط. تستحق الزوجة النفقة من زوجها إذا تحققت ثلاثة شروط. الأول أن يكون عقد الزواج صحيحا، فإذا كان فاسدا فإنها لا تستحق النفقة ابتداء، بأن الأصل في عقد العقد الفاسد أن تحصل الفرقة في الحال، لا أن تستمر وتستمر أيضا النفقة على ضوء بقايا عقد الزواج. الأصل أن تنحل الرابطة الزوجية بالعقد الفاسد، أي إذا اختلت فيه شروط الصحة فما دون ذلك، طبعا من طريق الأولى بالعقد الباطل الذي تختل فيه شروط الانعقاد. الشرط الثاني أن تكون المرأة صالحة لما تم العقد الزواج لأجله، لأنه في عقد الزواج هنالك حقوق متبادلة، حقوق وواجبات من الزوج على زوجتي ومن الزوجة لزوجها، لأن النفقة واجبة على الزوج مقابل ما تقدمه الزوجة إلى زوجها من التزامات شرعية. الشرط الثالث أن لا يفوت على الزوج حقه في الاحتباس بغير مبرر شرعي، حقه في الاحتباس. إذن الأصل بأنه المرأة تبقى في بيتها الزوجية، لا تخرج إلا بإذن، ولا تمنع نفسها من البقاء في البيت إلا بإذن أو وجود مبرر شرعي. قد يكون الزوج قد استخدم بيته لأمور غير شرعية ويجلب أو يزور بيته أناس غير مرغوب بهم من الناحية الشرعية، والمرأة تتأذى من هذا الحضور، فمن حقها أن تخرج، وفي هذه الحالة تكون الزوجة مستحقة للنفقة. فإذا كان فوات الاحتباس بسبب من جهته فإنها كما قلنا تستحق النفقة، كأن تمتنع من مطاوعته عند استلامها المهر و مطاوعتها عند عدم استلامها المهر، يعني يوجد سبب أيضا يدعوها بعدم البقاء في بيت الزوجية بأنها لم تستلم المهر المتفق عليه، هنا يجب لها المهر وتجب أيضا عليها النفقة. ولذلك أقصد من الزوج للزوجة، ولذلك نصت المادة 25 من قانون الأحوال الشخصية العراقي بأن النفقة تسقط في الحالات الآتية، تسقط من الزوج على زوجتي في الحالات الآتية: إذا تركت بيت زوجها بلا إذن وبغير وجه شرعي، تركت بيت الزوجية بدون إذن وبغير مبرر شرعي يدعوها إلى ترك بيت الزوجية، هنا ما دامت هي خارج البيت لا تستحق النفقة إذا لم تكن لديها مبرر شرعي. إذا حبست عن جريمة أو دين بسببها، وحبست عن جريمة أو دين وهي مسجونة، هنا ما دامت في السجن والسبب كان بسببها فإنها لا تستحق النفقة. إذا امتنعت أيضا من المسائل التي لا تستحق فيها الزوجة النفقة، إذا امتنعت عن السفر مع زوجها أيضا بدون عذر شرعي، أراد السفر لعمل أو واجب مكلف به وطلب منها السفر أو طلب منها السفر إلا أنها لم توافق وليس لديها مبرر شرعي، هنا ما دامت لم تسافر معه فإنها لا تستحق النفقة. لذلك لا تعتبر الزوجة ناشز إذا كان نشوزها لمبرر شرعي، النشوز هو عدم المطاوعة، فإذا كان لديها مبرر شرعي فهي لا تعد ناشزا، أما إذا لم يكن لديها المبرر الشرعي في عدم مطاوعة الزوج فهي تعد ناشز، فلا وفي النشوز لا تستحق الزوجة النفقة. كيف تقدر النفقة؟
إذا طلبت الزوجة فرض نفقة لها بأنواعها الثلاث، المقصود بها الطعام والملبس والمسكن، هذه هي الحوائج الأصلية التي تحتاجها المرأة المتزوجة، وثبت ذلك فرض لها القاضي النفقة بأنواعها، وأمر الزوج بأداء ما فرض لها، هي ابتداء تطلب من الزوج ما تحتاجه، فإن امتنع فمن حقها أن تطالب بالنفقة عند القضاء. ويصح أن تكون النفقة المفروضة أصنافا، بأن يفرض على الزوج أن يرتب لطعامها مقادير معينة، ويرتب لملبسها شتاء ثيابا معينة وصيفا كذلك، ويصح أن يفرض لها بدل طعامها وكسوته بدل طعامها وكسوتها نقودا، وهي تشتري بها ما يلزمها. المهم أن يوفر من خلال الحكم القضائي، أن يوفر لها الحوائج الأصلية من المسكن والملبس والطعام. أساس تقدير النفقة، كيف يقدر القاضي النفقة؟ هذه طبعا عندما تصل المسألة إلى القضاء أو إلى الإفتاء، يراعى في تقدير النفقة بأنواعها أمران، أولها حال الزوج المالية حين فرضها، فإن كان موسرا فرضت لها نفقة اليسار، حال الزوج من حيث العسر واليسر، فإذا كان موسر فرضت عليه نفقة اليسر على اعتبار أنه حالته المادية جيدة، فيزيد شيئا ما في النفقة، وإن كان معسرا فيفرض عليه نفقة الإعسار الحد الأدنى، ولو كانت هي ثرية، حتى لو كانت الزوجة ثرية، لأنه هذا الأمر مسألة النفقة هي واجبة من الزوج على زوجته. فهنا في هذا الرأي يقال ليس له علاقة بثراء الزوجة وعدم ثرائها، إذا أرادت أن تقدم شيء هي أو تنفق على نفسها فهذا الأمر من الأمور المستحبة وليس واجب عليها ذلك، الوجوب متعلق بالزوج. وإن كان متوسط الحال فنفقة الوسط، وهو مذهب الشافعي وقول صحيح في مذهب الحنفية، يعني الأمر ينظر في مسألة تحقيق في مسألة النفقة إلى الزوج فقط، واستدلوا بقوله تعالى لينفق، الأمر هنا موجه إلى الأزواج، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقوله عز شأنه اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم أي ما تجدون. أما القول الثاني فإن هذا القول الأول هو النظر إلى الزوج، إلى حالة الزوج، أما القول الثاني فإن النفقة تقدر بحسب حال الزوجين معا، يعني ينظر إلى حال الزوج وينظر إلى حال الزوجة من حيث اليسر والعسر، فإن كان موسرين فنفقة اليسار، وإن كان معسرين فنفقة الإعسار، وإن كان مختلفين يعني إحداهما ميسور الحال والآخر معسر الحال فهنا تقدر نفقة الوسط. أما الحالة الثانية التي ينبغي مراعاتها عند تحديد النفقة على الأزواج، غلاء الأسعار ورخصها حين الفرض، يعني هنا القاضي يعتبر وينظر إلى مقدار المهر المحدد ومقارنته ومقارنته مع حال الأسعار، فلربما بعض المهور تكون لها قيمة مالية أعلى في بلد أو في وقت آخر، ولذلك يجب أن ينظر إلى حال الأسعار عند تحديد المهر، وبذلك نكون قد أنهينا بهذه الأحوال التي يراعيها القاضي والمفتي عند تحديد النفقة على الزوج. نكون قد أنهينا المحاضرة 15، على أمل اللقاء في محاضرة أخرى متعلقة بإنهاء عقد الزواج.